برزنتيشن لين عفنا هذيك المحاضرة حتى نكمل المحاضرة الثمانية. As you know that catabolism مثل ما حكينا المحاضرة السابقة أن الكتابوليزم هو تكسير أو تهديم أو تحلل أو ديجريديشن، شو تريدون تعبرون عنه بالعربي أو بالإنجليزي؟ لأن مثل ما قلت لكم الكتابوليزم هو مصطلح لاتيني. الكتابوليزم can be divided into two processes حسب نوع المايكرو أورجانيزم إلى respiration and fermentation. respiration can be divided into aerobic and anaerobic. وتكلمنا المحاضرة السابقة عن الايروبيك ريسبيريشن بالتفصيل، بدينا من الجلايكوليسيس ودخلنا بالتي سي اي سايكل، واليوم راح نكمل الكريب سايكل اللي هي دورة الطاقة اللي تحرر الكمية الأكبر من الطاقة. لكن بقى عندنا الفرمنتيشن من المحاضرة السابقة، قلت لكم إنه الكتابوليزم يقسم الى نوعين، ريسبيريشن وفرمنتيشن، تخمر وتنفس. والتنفس مو نفس التنفس اللي يحصل بالهاير اورجانيزمز، الشهيق والزفير والطرح اخذ الاكسجين وطرح ثاني اكسيد كربون، لا، التنفس هو هنا عمليه هدم وتكسير الجزيئات الكبيره in order to release energy and accept electrons. الفرمنتيشن ايضا هي كاتابوليك بروسيس او كاتابوليك رياكشنز. وقلت لكم انه الجلايكوليسيز اللي اخذناه الكومن اللي هو الموست كومن باث واي فور كاتابوليزم. الجلايكوليسيز هو مجموعه يعني هو مجموعة series of reactions، سلسلة من التفاعلات يسموها pathway، steps step by step series of reaction or group of reactions سميناها pathway. قلت لكم الجلايكوليسيز يحصل سواء كانت العملية respiration or fermentation، لأن respiration هي عملية لكن الجلايكوليسيز هو pathway اللي هي مجموعة من التفاعلات. فالجلايكوليسيز يحصل سواء كان الكاتابوليزم من نوع الريسبيريشن بالمايكرو اورجانيزمز او فرمنتيشن. وحكينا عن الريسبيريشن وراح نكمل اليوم عن الريسبيريشن، لكن خلي اكمل وياكم الفرمنتيشن حتى نكمل المحاضره السابعه او نتفرغ للثامنه. طبعا تشوفون المعلومات اللي تجي بالمحاضرات هاي ابتداء من هاي المحاضره وحتى الثامنه والتاسعه كلها مكررة وتشرح تفصيلي للمعلومات اللي جتي بالمحاضرة السابعة والسادسة، فكلها يعني إعادة لكم حتى تتركز عندكم الفكرة وشون دا يحصل الكتابوليزم وش قد تنتج طاقة وشنو فايدة الإلكترونات بي. بالنسبة للفرمنتيشن مثل ما تشوفون بتطلع بالشاشة الصفحة الثانية أو الثالثة من المحاضرة، بس وياي حتى نكملها. الفرمنتيشن occurs in the absence of aerobic or anaerobic respiration، يحصل عند غياب الأكسجين وعند غياب مسارات التنفس الهوائي واللا هوائي، تحصل عملية الفرمنتيشن التخمر. NADH is not oxidized by the electron transport chain because no external electron acceptor is available. في عملية الفرمنتيشن الـ NADH اللي ينتج من الجلايكوليسيز ومن الـ other reaction اللي تحصل بعد الجلايكوليسيز ما يتأكسد بالـ electron transport chain اللي هي سلسلة نقل الإلكترونات اللي هي آخر تفاعل بالسلسلة بالتفاعلات الهدمية. Because no external electron acceptor is available، ما موجود مستلم الإلكترونات النهائي مثل ما موجود في تفاعلات الريسبيريشن. So that many microorganisms are using pyruvate or its derivatives as an electron and hydrogen acceptor for the reoxidation of NADH. لذلك في عملية التخمر
الكثير من المايكرو اورجانيزمز يستخدم البايروفيت. وقلت لكم شنو هو البايروفيت في المحاضرة السابقة، هو الانترميديت اللي ينتج من البريك داون اوف 1 جلوكوز. 1 جلوكوز تنتج البريك داون مالتها في الجلايكوليسيس، بالتحلل مالتها هدم الجزيئة راح تنتج لنا 2 بايروفيت مولكيولز. It is common intermediate in the cell. من المركبات الوسطية جدا شائعة والمهمة في الخلية هو البايروفيت. والديريفيتيفز مالتها قلت لكم الديريفيتيفز مالتها اشهرها هو الفوسفوينول بايروفيت، كلها تطرقنا لها بالمحاضرة السابقة. ويستخدم هذا البايروفيت في الفرمنتيشن، يستخدم از ان الكترون ان هيدروجين اكسبتر، مستقبل للبروتونات والالكترونات اللي تنتج من عملية الكتابوليزم for the reoxidation of NADH، لإعادة أكسدة ال NADH في عملية التخمر. This may lead to the production of more ATP. هذه التفاعل أو هذه الخطوة قد تقود إلى إنتاج كمية أو عدد أكبر من جزيئات ال ATP. Two most important characters of fermentation. عندنا فد صفتين كلش مهمة بالفرمنتيشن تميز هذه العملية عن الريسبيريشن. اكو صفات أخرى لكن هذه كلش الصفات الرئيسية. NADOH is oxidized to NAD plus. يتأكسد الـ NADH تسحب بها أكسدة، تنسحب الإلكترونات منها. يعطينا الناد النيكوتين اماي داين نيوكليوتايد. الكترون اكسبتر از ايذر بايروفيت اور بايروفيت ديريفيتيفز. مثل ما قلنا مستقبل الالكترونات هو مركب عضوي من داخل الخليه، نوت اكسترنال يعني انترنال. ان فيرمنتيشن ذا سبستريت از بارشيالي اوكسيدايزد. احنا قلنا بالريسبيريشن وخصوصا بالايروبيك قلنا يصير completely oxidation of glucose. الجلوكوز عن بكرة أبيها راح تتكسر تطينا آخر شيء CO2 and H2O. ما تبقى أي CC رابطة كربون كربون، ما يبقى أي مركب كربوني. ينتج آخر شيء أبسط ذرة، أبسط جزيئة كربون اللي هي ثاني أكسيد الكربون تنتج لنا. الجلوكوز كلها تتحطم تتكسر completely oxidation يصير بها بالrespiration، خصوصا من تدخل دورة كريبس تتحلل إلى أبسط مكوناتها وتحرر طاقة عالية جدا. لكن بالfermentation substrate اللي هو الجلوكوز عادة اللي هو identical molecule partially oxidized، يعني الأكسدة مالتها جزئية، لذلك ما ينتج CO2 كناتج نهائي للكتابوليك رياكشنز هذا او الفرمنتيشن. ينتج لنا بايروفيت مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه، الجلايكوليسز الجلوكوز تتكسر تعطينا 2 بايروفيت مولكيول. فالاكسده هنا جزئيه، يعني شنو جزئيه؟ يعني الناتج بعده ب اواصر كربونيه، بعده مركب هيدروكربوني، بعده مركب عضوي. ما مثل ما نتجت مركبات بسيطه جدا بها ذرة كربون واحدة. ATP is formed from by substrate level phosphorylation. راح ينتج الـ ATP مثل ما قلت لكم بالجلايكوليسيس تنتج 4 ATP والخلية تصرف 2 ATP، فالنيت مال الجلايكوليسيس 2 ATP. بالفرمنتيشن أيضا ينتج الـ ATP نفس العدد اللي ينتج بالجلايكوليسيس وأحيانا أكثر بقليل، لكن الـ ATP is limited. Not high number of ATP molecule. Oxygen is not needed. الخلية ما تحتاج هنا أكسجين لأنه fermentation pathway يعمل reaction تعمل فيه بغياب الأكسجين، لأنه ما تحتاج as electron final electron acceptor. تستخدم مستقبل الإلكترونات اللي هو pyruvate or pyruvate derivatives. Many fungi and some bacteria, algae and protozoa ferment sugars
to ethanol and CO2 in a process called fermentation. الفرمنتيشن عدة أنواع. الفرمنتيشن عدة أنواع: الكهوليك فرمنتيشن، لاكتيك أسيد فرمنتيشن، وفورميك أسيد فرمنتيشن. هذا الـ يعني اللي الأنواع اللي كلش مشهورة بالمايكروبيولوجي. الكحوليك فرمنتيشن البايروفيت يصير بي دي كاربوكسيليشن تو استالديهايد. البايروفيت يصير بي دي كاربوكسيليشن تو استالديهايد which is then reduced to ethanol. يختزل لينتج الايثانول اللي هو مركب الكحول. ابسط الكحولات هو الايثانول درتين كل اللي هو نستخدمه بالتعقيم بسبرت، اللي هو هسه اشهر المعقمات اللي تستخدم ضد الفيروسات، اللي نسميه بالعاميه سبرت او الكحول. العمليه تتم باي الكحول دي هيدروجينيز، الاختزال الاستالديهايد الى ايثانول باي الكحول دي هيدروجينيز. الانزيم يسحب ذره هيدروجين يحاول يختزل الاستالديهايد الى ايثانول with NADH as the electron donor. وجود ال NADH كواهب للالكترونات. البايروفيت ديكاربوكسيليشن معناه يعني تنزاح ذرة CO2 يتأكسد البايرو تسحب CO2 من البايروفيت يتحول الى اسيتالديهايد. الاسيتالديهايد يتحول يختزل الى ايثانول بوجود انزيمات معينه، وال NADH يشتغل از الكترون دونر في التخمر الكحولي. النوع الثاني من الفرمنتيشن اللاكتيك اسيد فرمنتيشن يحصل فيه بكتيريا اللاكتيك اسيد، بكتيريا التخمرات الالبان والاجبان. The reduction of pyruvate to lactate يحصل اختزال البايروفيت الى لاكتيت. ليش احنا نركز على البايروفيت؟ لانه البايروفيت هو الناتج النهائي لعمليه يعني يصير الجلايكوليسيس باث واي بالفرمنتيشن. يبدي بالجلايكوليسيس، يحصل الجلايكوليسيس. احنا قلنا الجلايكوليسيس يحصل سواء كان عندي الكاتابوليزم من نوع فرمنتيشن او ريسبيريشن. يحصل الجلايكوليسيس وينتج من البايروفيت or hydrolyzed into two pyruvate molecule. فالبايروفيت اما راح يدخل يتحول الى اسيتيل كو اي ويدخل كريب سايكل، مثل ما تكلمنا بالمحاضره السابقه. الكريب سايكل راح اشرحها بعد قليل في المحاضره رقم 8. او انه البايروفيت راح يدخل في مسارات مختلفة حسب نوع الكائن الحي. يعني إذا الكائن الحي مثلا عندي اللي بده يحصل به الجلايكوليسيس هذا أو الفرمنتيشن هو من نوع مثلا كلوستريديا، من نوع الباسيلاس اللي هو من نوع البكتيريا اللاهوائية، اللي تحول البايروفيت إلى أستالديهايد بعدين إلى إيثانول تنتج هذه المركبات نسميه الكحول فرمنتيشن. يعني بدي اسوي فرمنتيشن من نوع الكحول. بالنسبه الى اذا بكتيريا لاكتيك اسيد بكتيريا، لاكتوكوكس، ستربتوكوكس، لاكتوباسيلاس، كلها تسوي لاكتيك اسيد فرمنتيشن. شو يصير بالبايروفيت هنا؟ فالبايروفيت هنا مساره يختلف بالفرمنتيشن حسب نوع المايكرو اورجانيزم، اما يدخل الكحول فرمنتيشن او لاكتيك اسيد فرمنتيشن او فورميك فورميك اسيد فرمنتيشن. هاي اذا العمليه فرمنتيشن، يعني اذا الكائن ان ايروبيك اور فاكولتيتيف ان ايروبيك. لكن اذا الكائن هو ستريكت ايروبيك اور اوبليجيت تحصل عمليات الريسبيريشن اور ان بنوعين ايروبيك اند ان ايروبيك. فاللاكتيك اسيد فرمنتيشن يحصل ريدكشن للبايروفيت
to lactate as in lactic acid bacteria and bacillus. It can be separated into two groups. يعني اللاكتيك اسيد فرمنتيشن نوعين. طلاب عندكم سؤال على الجزء اللي فات؟ اوكي. اللاكتيك اسيد فرمنتيشن two types, homolactic fermentation and heterolactic fermentation. الهومولاكتيك فرمنتيشن يعني يصير reduction of all pyruvate to lactate. كل البايروفيت الموجود باللاكتيك يعني الناتج هو واحد فقط، ناتج واحد ينتج من هذا التخمر، لذلك سميناه هومولاكتيك يعني متجانس او متشابه. هيترولاكتيك فرمنتيشن يعني النواتج مختلفة، مو لاكتيت ينتج لنا فقط، راح تنتج لنا لاكتيت، ايثانول، سي او 2 and others. الفرمنتيشن هاف ان امبورتنت رول ان فود برودكشن لايك الكحول، يوغرت اند بيكلز. الفرمنتيشن له دور مهم في الفود مايكروبيولوجي، في الصناعات الغذائية، في صناعة الكحول، في صناعة الاجبان، الالبان، المخللات. الفورميك اسيد فرمنتيشن، هذا النوع من الفرمنتيشن يحصل في العائله المعويه الانتيروبكترياسي اللي هي ايضا بها اجناس بكتيريه جدا ممرضه، كان ميتابولايز بايروفيت تو فورميك اسيد. هاي شو تسوي؟ تأيض البايروفيت تحوله الى فورميك اسيد which may be converted to H2 and CO2 as a final product. هذا الفورميك اسيد قد يتحول بعدين الى H2 and CO2 وتنتهي عملية الفرمنتيشن. الانتيروبكترياسي اكثرها من نوع الفاكولتيتيف انيروبيك، يعني تكون لا هوائية اختيارية، واكثرها تكون ممرضة، وكلكم تعرفون انها تعيش هي انتريك بكتيريا، تعيش بالجاسترو انترايتس، يعني بالجاستريك تراكت، يعني القناة الهضمية. تكملة للريسبريشن راح تشوفوها جدا ميسرة المحاضرة، كلش سهلة راح أثر عليكم لأن المعلومات كلها سمعت بيها بالمحاضرتين اللي فاتت. فالكريبس سايكل اللي مشهورة بهذا الاسم هي دورة الطاقة، تي سي اي سايكل، التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل يسموها، عندها عدة اسماء، او يسموها سيتريك اسيد سايكل نسبة الى اول مركب يتكون بها اللي هو سيتريك اسيد او سيتريت. بهاي الدورة شو يصير؟ قلت لكم انه لما تخلص عملية الجلايكوليسيس او الجلايكوليسيس باك واي راح ينتج البايروفيت. البايروفيت قلت لكم انه مصير البايروفيت والتفاعلات اللي راح يدخل بيها حسب نوع المايكرو اورجانيزم، يعني حسب نوع الانزيمات المتوفره، حسب نوع الميتابوليك باثوي اللي يقدر يسويها، حسب الانفايرمنت يعيش فيها، فحسب طبيعته او تحمله للاكسجين. فبالنسبه للبايروفيت في بعض المايكرو اورجانيزمز خصوصا الايروبيك مايكرو اورجانيزمز اللي عندها الفاسيليتيز او الانزيمز الكامله، يعني مجموعه الانزيمات الكامله اللي تقدر كان درايف تي سي اي سايكل، تقدر تشغل دوره كريبس، تقدر تمشي دوره كريبس بالخليه حتى تحصل على طاقه عاليه. بعض الكائنات اللي هي ايروبيك، ستريكت ايروبيك، اوبليجيت ايروبيك، بعض الان ايروبيك تقدر تمشيها في ظروف خاصه، فتمشي الاسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي عفوا الكريبس سايكل، الكريبس
ولكن منين تبدي؟ تبدي لما يتحول البايروفيت الى اسيتيل كو اي. اي اسيتيل كو اي از ذا كي مولكيول اوف تي سي اي سايكل، هي الجزيئه المفتاحيه او الجزيئه الاولى اللي تبدي منها الدورات كريبس. اسيتيل كو اي از ذا سبستريت اوف ذا سايكل، هي الماده الاساس للدوره. It arises from the catabolism of many carbohydrates. هذه الاستيلكو اي مثل ما شوفتكم بالمخطط اللي كان كلش اول مخطط بالكتابوليزم اللي يبدي من الكومبلكس نيوتريانت او كومبلكس مولكيول اللي هي الفود وانواع الكربوهيدرات والبولي سكرايد الليبيدز البروتين. قلت لكم انه الاسيتيلكو اي هاي مو فقط تنتج من الكتابوليزم مال الكربوهيدرات، مو فقط من البايروفيت، وانما الاسيتيل كو اي قد تنتج من الدهون، من الفاتي اسيد، من تتكسر تنتج لنا اسيتيل كو اي، من البروتينات مو فقط من البوليسكرايد. فالمايكرو اورجانيزم او حتى كل الخلايا الحيه تحتاجها، فما تظل معتمده على مصدر واحد هو البايروفيت او الكربوهيدرات. من اقسم من الجلايكوليسيس، الجلايكوليسيس اللي يحصل على الجلوكوز اند اذر شوجر، تنشئ هذه الجزيئه من الكتابوليزم من تكسير كربوهيدرات ليبيد اند امينو اسيد. It is an energy rich molecule composed of coenzyme A and acetic acid. منين متكونه هاي؟ متكونه من الاسيتيك اسيد اللي الجزء الاول، ومركب اسمه coenzyme A يرتبطون بهاي انرجي ثايول استر بوند. يرتبطون joined by high energy thiol ester bond، يرتبطون بأسرع عالية الطاقة اللي هي من نوع thiol ester bond. In the first reaction، طلاب عندكم سؤال على المقدمة؟ تمام. اللي تلاحظون هسه راح نبدي بالسيتريك اسيد سايكل. راح اعلق على، راح اشرح لكم التكست حتى ما ارجع له، وبعدين نشرح الدايجرام مالتها او المخطط اللي هو نفس الكلام اللي موجود هنا. In the first reaction، اول تفاعل بالدوره شو يصير؟ الاسيتيل كو اي از كوندنسد وذ ا فور كربون انترميديت. راح تتكاثف جزيئه الاسيتيل كو اي مع مركب رباعي الكربون اللي هو الاوكسالو اسيتيت. لاحظ اول تفاعل هنا بالشكل بادي من الجلايكوليسيس، حتى يذكركم انه البايروفيت جاي من الجلايكوليسيس اللي هو 3 كربون. البايروفيت يتحول الى جزيئه الاسيتيل كو اي اللي هي 2 كربون مولكيول. هنا هاي الخطوه البايروفيت تو اسيتيل كو اي ايضا تحرر لي NADH، تحرر لي NADH وهي عباره عن decarboxylation، تحرر لي CO2. احيانا ال NADH وال CO2 تنحسب ويا ما منتجات الدوره، واحيانا ما تنحسب، بعض المصادر تحسبها وبعضها ما تحسبها، لكن انت خلي تكون على علم انه خطوه تحول البايروفيت الى اسيتيل كو اي تحرر لي CO2 وتحرر لي NADH. هاي راح تنعاد وينعاد ذكرها في اكثر من موضع. اول خطوه راح يصير تكاثف بين الاسيتيل كو اي والاوكسالو اسيتيت، الاوكسالو اسيتيت اللي هو مركب رباعي الكربون 4 كربون مولكيول، والاسيتيل كو اي اللي هي 2 كربون مولكيول. اللي راح ينتج من خطوه الكوندنسيشن هذا والتفاعل هو مركب اسمه سيتريت او سيتريك اسيد اللي هو 6 كربون. طلاب واضحة الصورة؟ لو أكبرها. سيتريك أسيد أو سيتريت اللي هو 6 كربون. في خطوة ثانية، سيتريت موجود الأيزومريسز، يعني الإنزيمات اللي تعيد ترتيب الذرات ضمن الجزيئة، يعني تحول الهيدروجين من واحد الى ستة، من ذرة كربون واحد الى ستة، او تحول بعض المجاميع الاو اتش الكربوكسيل. فالستريت راح يتحول الى مركب اسميه الايزو ستريت.
أيضا 6 كربون. الستريت هو تيرشري الكحول، كحول ثلاثي. كحول ثلاثي 6 كربون. هنا الخطوة أني هسه بديت بال 6 كربون ستيج، خطوة ال 6 ذرات كربون أو الكربون السداسي. الستريت is rearranged to give isostrate which is oxidized and decarboxylated twice to yield alpha ketoglutarate. هذا الايزوستريت ايش راح يصير عليه؟ يصير عليه عمليه اكسده وسحب سي او 2 اوكسيديشن اند ديكاربوكسيليشن. ديكارب مرتين تحصل عليه عمليه الاوكسيديشن والديكاربوكسيليشن. باول خطوه راح ينتج لي اللي هو الالفا كيتو جلوتاريت. هذا المركب ايضا موجود بالانترميديت في الخليه، تحتاج الخليه دائما ينتج من هاي العمليه، يعني يوفر هاي الدوره، توفر الالفا كيتو جلوتاريت، توفر الاوكزالو اسيتيت، كلها كمركبات وسطيه بالخليه تحتاجها في بناء الامينو اسيدز. بعدين الالفا كيتو جلوتاريت في خطوه اوكسيديشن وديكاربوكسيديشن ثانيه راح يتحول الى سكسينيل كو اي. تلاحظون هنا الايزوستريت تحول الى الفا كيتو جلوتاريت. الفا كيتو جلوتاريت بعد ما فقد سي او 2، المحاضرات حضوري على السبوره انا ابدي الونها لهم، السي او 2 بلون والان اي دي اتش لون، ونبدي نحسب، نبدي نحسب ايش قد سي او 2 تطلع من العمليه، ايش قد ان اي دي اتش تطلع من العمليه، حتى ايش قد بعدين نبدي نحسب الطاقه، لانه هي هاي دورة الطاقة، هي الادفانتج مالتها هو الطاقة اللي تنتج منها الالكترونات في المركبات الوسطية. شنو فائدتها؟ ليش تحدث في البي سي اي سايكل؟ تو ريليز انرجي، تو ريليز الكترونز، تو بروفايد سام انترميديت ان ذا سيل، حتى توفر لنا وتزود الخلية ببعض المركبات الوسطية مثل الاوكزالو اسيتيت، الفيوماريت، السكسنيل كو اي، الالفا كيتو جلوتاريت، هاي تتوفر بيها. حتى شنو تستفيد منها الخليه؟ من راح اشرح لكم الامينو اسيد يعني البروتين ميتابوليزم، راح تتذكرون هذه المركبات الوسطيه شلون راح تستفيد منها الخليه. فالخطوه هذه خطوه اكسده، شوف اكسده وانتاج ان اي دي اتش وانتاج سي او 2. هنا اول وحده ان اي دي اتش انتجت والسي او 2 وحده. إذا حسبنا الـ NADH اللي أنتجت من خطوة تحول البايروفيت إلى أسيتيل كو أي اللي هي خارج الدورة حقيقة، راح تصير هاي الثانية. إذا ما حسبناها راح تكون هاي الأولى. فأول شيء راح ينتج الـ NADH هنا، انتبهوا لها، هاي رقم واحد، CO2 هاي رقم واحد. بالخطوة الثانية هي أيضاً أوكسيديشن وأيضاً ديكاربوكسيديشن، ينتج CO2، هاي CO2 رقمها اثنين. وينتج NADH ثانية. ينتج لنا هنا الناتج التفاعل هو سكسينيل كو اي اللي هو 4 كربون مولكيول. ارجع لكم على الشرح. السكسينيل كو اي هذا من العملية تو NADH are formed and 2 carbon are lost from the cycle as CO2. Because 2 carbon were added as ستيل كو اي ات ذا ستارت، لان احنا عندنا بالبدايه 2 كربون مضافت بالستيل كو اي، فالبالانس يبقى موجود، يعني 6 كربون تبقى 6 كربون، يعني ما تكون هناك خساره بالكربون. سايكل ناو انتر ذا فور كارتيج، من وصلنا ام 6 سينيال كو اي من بين خطوتين اوكسيديشن اند ديكاربوكسيليشن، الكربون الرباعي او اربع ذرات كربون موجوده. During which two oxidation steps yield one FADH2 and three NADH pair acetyl CoA.
راحت السكسنيا القائل راح تدخل في تفاعل آخر، تفاعل أكسدة ثاني أو ثالث، راح ينتج من عندها 1FADH2 and NADH و GTP. تلاحظون هنا لو نرجع على المخطط، السكسينيل هذه راح تدخل في تفاعلين أكسدة. أول تفاعل راح السكسينيل كوي راح يتحول إلى سكسينيت، والتفاعل الثاني راح يتحول إلى فيوماريت، كلها مركبات رباعية الكربون. أول مركب راح تنتج من عند جي تي بي، مركب الجوانين ترايفوسفير، جوانوسين ترايفوسفير، اللي هو يشبه الاي تي بي، الادينوسين ترايفوسفير. الجي تي بي مركب عالي الطاقه ايضا، بس احسب لكم الطاقه اللي راح تنتج منه. بهاي الخطوه الخليه تسحب فوسفيت من الوسط اللي موجوده بيه، من وسط التفاعل، حتى تحول الجي دي بي الموجود. طبعا كلها موجوده، هاي كل المركبات موجوده بالخليه، الجي دي بي الموجود بالخليه الى جي تي بي. وجود جي دي بي موجوده في وسط التفاعل تنتج لي جي تي بي من المنتجات. هسه لاحظ المنتجات ان اي دي اتش وحده، ان اي دي اتش ثانيه، سي او 2 وحده، سي او 2 ثانيه. هسه عندي لحد الان 2 سي او 2 و 2 ان اي دي اتش خرجت من التفاعل. خطوه تحول السكسينيت الى فيوماريت راح ينتج لي جزيئه جديده اللي هي الاف اي دي اتش 2، وجود الفات. الفات هذا ايضا من المركبات الموجوده في وسط التفاعل بالسيتوبلازم، راح يتحول في تفاعل اكسده 2 ماليت، مركب ايضا رباعي الكربون. الجي تي بي هي هاي انرجي مولكيول ايكوفلنت تو اي تي بي، طبعا الطاقه اللي بيها او مساوي للطاقه الموجوده بالاي تي بي. از برودوس فروم سكسينيل كو اي باي سبستريت ليفل فوسفوريليشن، تفاعل على مستوى الرقيقه. يعني جي تي بي يعني ما يحتاج انه يصير بي انه الجزيئه هاي تذهب او تنتقل الى سلسله نقل الالكترون حتى تحرر طاقه. تحرر طاقة رأسا في نفس التفاعل. الأوكسالو أسيتيت is reformed and ready to join with another acetyl CoA. هسه الخطوة اللي بعدها شرح هنا مختزل، الفيوماريت في تحلل مائي طبعا إلى ماليت، أيضا الماليت هو فور كربون. الماليت راح يدخل في أوكسيديشن رياكشن اور اوكسيديشن ستيب، يتحول اللي بدا منها التفاعل. الخطوه هنا حررت لنا ال اي دي اتش رقم 3 ثيرد مولكيول، هنا تحررت جزيئه من ال ان اي دي اتش. لاحظ خلينا نرجع من البدايه، اول شيء تحررت من هاي الخطوه تحول الازوستريت تو الفا كيتو جلوتاريت، خطوة أوكسيديشن أند ديكربوكسيشن، طلعت لنا NADH وحدة و CO2 وحدة. After conversion alpha ketoglutarate to or oxidation alpha ketoglutarate و succinyl CoA، أيضا أوكسيديشن أند ديكربوكسيديشن، CO2 رقم 2 NADH رقم 2. خطوة تحول السكسينيل CoA إلى سكسينيت produce GTP، خطوة تحول السكسينيت إلى فيوماريت produce FADH2، خطوة تحول الماليت إلى أوكسالو أسيتيت produce NADH اللي هي NADH. You must observe here، هسه لازم تلاحظ إنه أنا عندي الدورة هذه شغلتها جزيئة بايروفيت وحدة، بايروفيت وحدة تحولت إلى أسيد.
انه الجلوكوز بالجلايكوليسز produce or convert to 2 pyruvate. يعني بالجلايكوليسز each glucose produce 2 pyruvate. Each pyruvate will derive one cycle. يعني كل pyruvate واحدة راح تشغل لي cycle واحدة. فإذا عندي glucose واحدة عندي 2 pyruvate عندي دورتين. لكن أنا هسه حكيت عن دورة واحدة. فالناتج الغربة في اثنين دائما. دائما عدد الجزيئات احكي عن جلوكوز وحدة. حد هنا فاهمين طلاب؟ زيد واضح تمام. احد عنده سؤال؟ تي سي اي سايكل. لاحظ تي سي اي سايكل الوحدة جنريت 2CO2S يعني جزيئتين من ثاني اكسيد الكربون 2 مولكيولز 3NADHS S يعني ترمز للجمع يعني ده يطلع لي عدد مو واحدة 1FADH2 1FADH2 1GTP for each acetyl CoA molecule oxidized. لاحظ اني بالريسبيريشن قلت لكم انه الجلوكوز هنا يصير بي كومبليت اوكسيديشن. شنو كومبليت اوكسيديشن؟ يعني الناتج النهائي هو CO2. يعني الناتج النهائي نوت كربون مول يعني نوت هيدروكربون مول مو مركب كربوني معقد يعني بعد ماكو آصرة كربونية يعني ماكو بعد الأسيتيل كو أي اللي هو اثنين كربون بي تحطم تحطم وأنتج لنا جزيئة واحدة من الـ CO2 ما يطلع لي مركب كربوني بعد بالنواتج يعني كومبليت أوكسيديشن يعني جزيئة الجلوكوز تحولت إلى 6 CO2 بالكومبليت أوكسيديشن. هسه ال تي سي اي سايكل الوحده راح تولد لي 2 سي او 2 3 ان اي دي اتش 1 اف اي دي اتش 2 1 جي تي بي. اذا عندي 2 بايروفيت اور 2 اسيتيل كو اي اذا اقول لك احسب فور ايتش جلوكوز مولكيول اذا اقول لك احسب فور ايتش جلوكوز مولكيول تقول لي 4 سي او 2 6 ان اي دي اتش 2 اف اي دي اتش 2 و2 جي تي بي تضرب في اثنين. اذا اقول لك احسب فور ايتش بايروفيت مولكيول احسب البرودكت اوف تي سي اي سايكل فور ايتش بايروفيت مولكيول تقول لي 2 سي او 2 3 ان اي دي اتش اف اي دي اتش 2 وحده 1 جي تي بي. اذا اقول لك للجلوكوز تضرب في اثنين لان ايتش جلوكوز provide or produce 2 pyruvate والpyruvate الوحدة تتحول إلى 1 acetyl CoA والacetyl CoA وحدة تشغل لي دورة وحدة. If we have 2 acetyl or 2 pyruvate we will get 2 TCA cycle or 2 Krebs cycle. طلاب عندكم سؤال حد هنا؟ واضح شلون حسبته؟ حسبت الطاقة؟ راح احسبها بجدول جدول نهاية المحاضرة. The cycle enzyme are widely distributed among microorganisms. The انزيمات طبعا احنا ما حكينا عن الانزيمات بالدورة يعني dehydrogenases, decarboxylases, hydrolases, fumarases يعني كل خطوة عليها بالاقل انزيم يحفز حدوث هذه الخطوة أو هذا التفاعل تحول من مركب إلى آخر وإنتاج بعض البرودكت. فكل خطوة أو كل تفاعل ينطيني
كل خطوة أو كل تفاعل يعطيني مسؤول عن إنزيم معين. فthe cycle enzymes are widely distributed among microorganisms. يعني هذه إنزيمات الدورة موجودة ومنتشرة بالأحياء المجهرية. The complete cycle is functional in many aerobic bacteria. تكون البكتيريا الهوائية تشغل لي دورة كاملة، أو تكون الدورة الـ TCA شغالة أو حيوية أو وظيفية تشتغل تام يعني بصورة تامة تشتغل في الايروبيك بكتيريا. The facultative anaerobes doesn't use the full TCA cycle. The facultative anaerobes من اسمها anaerobes لا هوائية اختيارية. ليش؟ لأنه ما عندها الإنزيمات اللي تكمل بها الـ TCA cycle. الكائن هو anaerobic، وحتى أكسجين ما عنده يشتغل as الكترون final الكترون acceptor under anaerobic condition. This cycle is important source of energy. طبعا جدا مهمة كمنتج للطاقة. ليش تحدث؟ إذا أقول لك what is the importance of TCA cycle in the microbial cell، شو تقول لي؟ تقول لي this cycle is providing high energy and providing intermediate مركبات وسطية للخلية، providing electrons لأنه تحصل بها عمليات oxidation، لأن هي أصلا هي catabolic reaction تفاعلات اختزال. فأهميتها للخلية importance in biosynthesis. شنو يعني carbon skeleton؟ حكينا عنها الأسابيع الماضية أو يمكن لو يمكن طلاب العليا ما أتذكر. carbon skeleton معناه هيكل كربوني. يعني شنو هيكل كربوني؟ يعني أي جزيئة تتألف من 3 ذرات كربون أو 4 أو 5 أسميه فيها تزود لي الخليه بكربون سكيلتن. يعني الخليه كان يكون سكسينيك اسيد، الفا كيتو جلوتاريت مثلا، اسيتيل كو اي، بايروفيت، داي هيدروكسي اسيتون، تراي جليسرايد، هاي كلها نسميها كربون سكيلتن اللي تنتج من الجلايكوليسز اللي تنتج من التي سي اي سايكل. بيها مركبات بيها 3 ذرات كربون او 4 مرتبطة مع بعضها تعطيني ما يسمى بالهيكل الكربوني. هذا الهيكل الكربوني بيش يفيد الخلية في عمليات الابتناء. من راح نجي على المحاضرة الأخيرة اللي هي تخص الانابوليزم اور بايوسينثيسيس، راح تعرفون شنو الكربون سكيلتن بيش يفيدنا. الباك بون هو يعني العمود الفقري للجزيئة او الهيكل الكربوني اللي تتخلق منه لما نضيف له مجموعة كاربوكسيل مثلا يتحول إلى أمينو أسيد، لما نضيف له NH2 وكاربوكسيل يتحول إلى أمينو أسيد آخر، وهكذا. يعني الكربون سكيلتن هو جزيئة مفيدة موجودة من الانترميديت الموجودة بتخليه تفيدنا بالبايوسينثيسيس. Only 4 ATP molecule is directly synthesized when one glucose molecule is oxidized to 6CO2. يعني فقط 4 جزيئات ATP راح احصل من الدورة لا مباشرة، يعني دايركتلي، انتبه الكلمة دايركتلي، فقط 4 جزيئات راح احصل مباشرة من الدورة. لكن الطاقة وين منين احصلها؟ الكميات الأكبر من الطاقة منين احصلها؟ by glycolysis and TCA cycle. Most ATP generated comes from the oxidation of NADH and FADH2 in the electron transport chain. كل الطاقة وأكثرية جزيئات الـ ATP اللي تتولد من عمليات الكتابوليزم أكثرها معظمها تتولد من عمليات الأكسدة اللي تحصل على الـ NADH والـ FADH2 بسلسلة نقل الإلكترون. لأنه ليش أنا أركز على الـ NADH اللي نتج عندي من الجلايكوليسيس؟
اللي نتج من التي سي اي سايكل، ليش حسبت الجزيئات؟ ليش حسبت جزيئات الان اي دي اتش والاف اي دي اتش 2 اللي نتجت من العمليات الاكسده السابقه؟ لانه راح احسب كل وحده منها ايش قد راح تكون لي اي تي بي، وين نوت ان تي سي اي نوت ان جلايكوليسيس، وانما بالالكترون ترانسبورت شين في اخر خطوه بالكتابوليزم اللي هي سلسله نقل الالكترونات اللي ما راح اشرحها بالتفصيل لانه عمليه جدا معقده، لكن فقط اريدكم تعرفون انه هاي الالكترون كاريرز، هاي الجزيئات، هاي الجزيئات اللي هي الكترون كاريرز اعتبرها والكترون دونرز تعتبر واهبه للالكترونات، وين في سلسله نقل الالكترونات؟ لما بالسيل ممبرين انسايتوبلازم السيل ممبرين، ليش اقول بالسيل ممبرين بالبلازما ممبرين؟ لانه البكتيريا البكتيريا سيل هاف ميتوكوندريا اور دونت هاف ميتوكوندريا؟ سؤال موجه لكم، بكتيريا عندها تمام ما عندها ميتوكوندريا، الاورجنايزيشن مالتها جدا بسيط مبسطة، الاورجنايزيشن مالتها سمبل اورجنايزيشن، ما عندها هاي العضيات المعقدة اللي موجودة بالهاير اورجانيزمز، لأنه ما عندها ميتوكوندريا، فسلسلة نقل الإلكترونات وين تحصل؟ الإلكترون ترانسبورت شين عندنا بالهاير اورجانيزمز، بالأذر سيلز، بالبلانت سيلز، تحصل في الميتوكوندريا، لكن البكتيريا ما عندها ميتوكوندريا، فوين تحصل الإلكترون ترانسبورت شين؟ في البلازما ممبرين. ليش بالبلازما ممبرين؟ لانه الانزيمات اللي مسؤوله عن تشغيل هاي السلسله موجوده بالبلازما ممبرين، بالسيل ممبرين، بالبلازما ممبرين تحصل هذه الدوره. ايش راح يصير بيها؟ الالكترون كاريرز راح تسحب الالكترون كاريرز الموجوده بالغشاء، راح تتحرك تسحب الالكترونات من هاي المركبات، هاي المركبات جت شايله للالكترونات، محمله بالالكترونات، الالكترونات منين جتها؟ جتها تحررت من التفاعلات الهدميه، تحررت الالكترونات من التفاعلات الهدميه، فجت محمله بالالكترونات، مو فقط وحده انما تجينا من كل جلوكوز وحده 6 ان اي دي اتش و2 اف اي دي اتش 2، فاذا 10,000 جلوكوز مولكيول بالخليه انهدمت او دخلت بالتي سي اي سايكل، احسب انت ايش قد عندك ان اي دي اتش وايش قد عندك اف اي دي اتش 2. راح تجي هذه تنتقل المركبات اللي حامله الالكترونات الى سلسله نقل الالكترونات، وجود انزيم الاي تي بيز، هذا الاي تي بيز شو يسوي؟ مسؤول عن صنع اي تي بي، جزيئات اي تي بي، يعتمد على الالكترونات المتحرره من هذه بواسطه جزيئات معينه تسحب الالكترونات المتحرره تعطيها تتحول الالكترونات من مركب الى اخر، مثلا من السيتوكرومز الى الفلافوبروتين، من الفلافوبروتين الى الكترون كاريرز اخر، كلها موجوده وين؟ في البلازما ممبرين. اثناء حركه الالكترونات راح تنتج طاقه، الطاقة هذه راح تتحول إلى بواسطة إنزيم الـ ATPase راح ينتج لنا جزيئات ATP، عملية بتفاعلات طويلة عريضة، يعني تفاعلات معقدة أنتم في غنى عنها، أنت فقط أريدك تعرف إنه الـ NADH والـ FADH2 اللي وصلت للإلكترون ترانسبورت شين، وصلت من السيتوبلازم راحت انتقلت للبلازما ممبرين حتى تدخل في الإلكترون ترانسبورت شين، سلسلة نقل الالكترونات بوجود الاي تي بيز، بوجود الكترون كاريرز، جزيئات الالكترون كاريرز راح تنتج جزيئات الاي تي بي، من كل ان اي دي اتش وحده راح تنتج لي 3 اي تي بي، ومن كل اف اي دي اتش 2 وحده تنتج 2 اي تي بي، ونبدي نحسب قد اي تي بي تنتج من كل الكتابوليزم. هسه راح احسب لكم اياها بصوره مستعجله حتى
حتى تعرفون منين جتي اعداد الجزيئات مال الايتم. الالكترون ترانسبورت تشين ميتوكوندريال الكترون ترانسبورت تشين از كومبوزد اوف ا سيريز اوف الكترون كاريرز، تتكون من سلسله من حاملات الالكترون ذات اوبريت توجذر، تشتغل مع بعض تو ترانسفير الكترونز فروم دونر، تنقل الالكترونات من ال NADH ام FADH2 مثل ما شرحت لكم قبل قليل تو اكسبترز. الاكسبترز هي من هي؟ هي مثل الاكسجين اللي موجود الايروبيك مايكرو اورجانيزمز از ا فاينل الكترون اكسبتر. The electrons flow from carriers with more negative reduction potential. هاي الالكترونات راح تنساب او تتحرك من الحوامل الالكترونيه اللي جهدها الاختزال، جهد الاختزال بيها سالب، اللي هي اكثر بالسالب، يعني اللي يعني more negative reduction، تتحول تتحرك to those with more positive potential reduction potential، يعني الى الجزيئات الالكترونات اللي جهد التاكسد بيها، جهد الاختزال بيها اعلى نسبة بالموجب. And combine with oxygen and hydrogen to form water. تتحد ويا الاكسجين والهيدروجين لتكوين الماء. The electron transport chain carriers reside within the inner membrane of the mitochondria. طبعا سلسلة نقل الإلكترونات تحدث في الغشاء الداخلي في الميتوكوندري، الكائنات اللي عندها ميتوكوندري، وتحصل بالبكتيريا بلازما ممبرين، لأن البكتيريا ما بها ميتوكوندري. طبعا مثل ما حكينا بداية المحاضرات أن التفاعلات الأيضية طبعا تشابه، اللي تحصل تشابه بالكائنات الراقية وبال، فناخذ البكتيريا كمثال حتى نشرح به التفاعلات الأيضية، لكن تختلف في بعض التفاصيل. هسه الميتوكوندريا مو موجودة بها، فسلسلة نقل الإلكترون تكمل تفاعلات الهدم في البلازما ممبرين، لأن الإنزيمات موجودة بها، إنزيمات أو الكاريرز اللي هي النواقل اللي تكون مسؤولة عن نقل الإلكترونات من الـ NADH والـ FADH موجودة بالبلازما ممبرين. The process by which energy from electron transport is used to make ATP is called oxidative phosphorylation. طبعا الـ oxidative phosphorylation هاي العملية شو نعرفها؟ هي عملية تكوين استخدام الطاقة من نقل الإلكترون في إنتاج الطاقة المستخدمة من نقل الإلكترون، تستخدم في صنع الـ ATP. مثل ما حكيت لكم قبل قليل إنه الطاقة اللي تنتج من نقل عمليات نقل الإلكترونات، الإلكترونات اللي موجودة بالـ NADH والـ FADH2 راح تنتقل بواسطة الكترون كاريرز موجودة بالالكترون ترانسبورت تشين. فأثناء نقل الالكترونات هاي بواسطة الالكترون كاريرز هذه تنتج طاقة، الطاقة هذه تستخدم في إنتاج الـ ATP. العملية هذه أسميها أوكسيديتيف فوسفوريليشن. أوكسيديتيف فوسفوريليشن عملية إنتاج الطاقة من نقل الالكترونات واستخدامها، عملية استخدام الطاقة الناتجة من نقل الإلكترونات في إنتاج الـ ATP. تحصل الـ Oxidative Phosphorylation في الـ Electron Transport Chain. عملية حسابية نوضح عملية حسابية لكل الطاقة الناتجة من الكتابوليزم. سؤال طلاب على الجزء اللي فات؟ لا دكتورة.
تمام عيني. هسه هذا الفيجر خلينا نقول هو مثل الجدول يوضح لنا الـ ATP yield from the aerobic oxidation of glucose. لاحظ أنا قلت glucose هسه، يعني راح أحسب each glucose molecule. انتبه إذا أجاك فرع بالامتحان، إذا أجاك خيار، إذا أجاك فراغ، تنتبه إنه السؤال إيش دا يقول؟ السؤال نص الجواب. أنت إذا فهمت السؤال وهضمته وباوعت عليه زين، راح تفهم شو تجاوب. إذا قلت جلوكوز راح تحسب من كل الجلوكوز، يعني من حاصل الجلايكوليسيس زائد 2 تي سي اي سايكل. إذا قلت بايروفيت راح تحسب مال الجلايكوليسيس ومال 1 تي سي اي سايكل. هسه إذا بديت أحسب مال كل الكتابوليك ريأكشنز أور أوكسيديشن من الجلايكوليتيك باث واي او يسميها الجلايكوليسيس او سبستريت ليفل فوسفوريليشن راح تنتج لي 2 اي تي بي. لاحظ 2 اي تي بي نجت، لانه حكيت لكم اني هي نجت وشوكت نجت، الخليه تصرف اثنين وتحصل اربعه، بلا خطوات تنتج هذه 2 اي تي بي. فالعدد الاي تي بي هنا جدا قليل، فالخليه تحتاج اي تي بي اكثر، تحتاج طاقه عاليه، فالاي تي بي ما يكفيها، شو تسوي؟ راح تلجأ الى خيارات اخرى. الاوكسيديتف فوسفوريليشن، الفسفور التوكسيدي اللي شرحتها قبل قليل، اللي تحصل بالالكترون ترانسبورت تشين، يعني انتاج اي تي بي من الطاقه اللي تصرف على نقل الالكترون. إذا NADH، لاحظ إذا NADH بسلسلة نقل الإلكترون تسحب إلكتروناتها في سبيل بناء في سبيل إنتاج طاقة وبناء ATP بالإلكترون ترانسبورتين، راح تبنى تحول أو تعطينا الـ 2NADH، تعطينا 4 to 2 ATP. طبعا المصادر تختلف، من اقول 4 to 6 يعني ال NAD كل وحده NADH تعادل 2 ATP 2 الى 3. المصادر تختلف حسب نوع الخليه اللي يحصل بها. انا هذا الجدول حسبته من خليه كبديه، يعني لانه ما حصلته من مايكرو اورجانيزمز، فالتفاعلات هي نفسها تشابه. اما فدائما احط رينج ال NADH اما تنتج من 2 الى 3، فاذا عندي 2 من 4 الى 6. هذه وين؟ ال NADH هاي منين جتي؟ لاحظ NADH هاي منين جتي؟ بعدني وين انا دا احكي؟ بعدني دا احكي بالجلايكوليسيز. بالجلايكوليسيز 2 ATP و 2 NADH. تلاحظ؟ 2 ATP و 2 NADH. الحاصل مال الجلايكوليسيس ايش قد طلاب؟ 2 ATP و 4 الى 6 ATP. ايش قد الحاصل؟ الحاصل اللي هو سبستريت ليفل فوسفوريليشن ومن الالكترون ترانسبورت تشين الكلي مال الجلايكوليسيس جد، يعني من الاي تي ومن الاي دي اتش جد الكلي 6 الى 8. تمام مضبوط، يعني اذا حسبت الان اي دي اتش يعني 2 زائد 4 او 2 زائد 6، تقريبا كل المصادر تجمع على انه 8 اي تي بي الماكسيمم. 8 اي تي بي احصله من الجلايكوليسيس. راح اجي على الخطوه اللي هي خطوه تحول البايروفيت الى اسيتيل كو اي، الخطوه قبل ما ادخل بالتي سي اي سايكل. هسه انا اذا احسب المجموع الكامل ما رحت على الفرمنتيشن، لان الفرمنتيشن المسارات مال البايروفيت مختلفه. مثل ما قلت لكم البايروفيت اما يتحول الى لاكتيت وينتج لنا 2 اي تي بي، يتحول الى فورميك اسيد، او يروح للتخمر كحولي،
أنا هسه إذا أحكي بالتوتال، يعني إذا الكائن كمل التي سي أي سايكل وكمل الإلكترون ترانسبورت شين، كل الكتابوليزم كملها، يعني صارت كومبليت أوكسيديشن للجلوكوز، تكسرت كلها جزيئات الجلوكوز، وصلت إلى الخطوة مال البايروفيت، خطوة يعني الجلايكوليسيس. خلاص هسه أنا خلصت الجلايكوليسيس. من الجلايكوليسيس بصورة كاملة حصلت 8 6 إلى 8 اي تي بي، وصلت للبايروفيت، الجلوكوز طلعت لي 2 بايروفيت. الاثنين بايروفيت بخطوة تحول إلى 2 أسيتيل كو أي قبل ما تبدي التي سي أي سايكل. هاي الخطوة تنتج 2 أن أي دي إتش، لأن كل بايروفيت يتحول إلى أسيتيل كو أي تنطينا وحدة أن أي دي إتش، إذا اثنين تنطينا 2 أن أي دي إتش. اثنين أن أي دي إتش، اثنين أن أي دي إتش بالاوكسيديتيف فوسفوريليشن، من تروح ال ان اي دي اتش تنتقل من السيتوبلازم الى البلازما ممبرين او الميتوكوندريا بالكائنات الراقيه، راح تترجم الى 6 اي تي بي. اذا اعتبرنا كل ان اي دي اتش تعطيني 3 اي تي بي، فال ان اي دي اتش تتحول الى 6 اي تي بي. لما خلصت من هاي الخطوه اللي هي قبل التي سي اي سايكل، راح احسب للترايكربوكسيليك اسيد سايكل ايش قد ينتج طاقه. الترايكربوكسيليك اسيد سايكل على مستوى الركيزه سبستريت ليفل فوسفوريليشن بالخطوه التحول، لاحظ هاي الخطوه خطوه تحول السكسينيل الى سكسينيل، منو نتج؟ عندي نتجت جزيئه واحده من جي تي بي. اذا عندي دورتين راح ينتج 2 جي تي بي. فخطوة تحول ال السكسينيل الى سكسينيك اسيد يرافقها انتاج وحده جزيئه مولكيول وحده من الجي تي بي، كل جي تي بي تكافئ وحده اي تي بي. اذا عندي 2 جي تي بي التوتال يصير عندي 2 اي تي بي. هنا فاهمين طلاب؟ اوكي حتى نكمل. الترايكربوكسيليك اسيد سايكل ايضا بروديوسد ان اي دي اتش. ليش حسبناه احنا؟ ليش اهتمينا بيه وحسبناه الان اي دي اتش؟ ليش؟ قلت لكم كل دوره بروديوسد 3 ان اي دي اتش مولكيول. اف وي هاف 2 سايكلز from 2 acetyl CoA, from 2 pyruvate, from 1 glucose فالناتج عندي 6 NADH. 6 NADH كل واحدة تحرر لي 3 ATP، الناتج هو 18 ATP. شوف كمية الطاقة شلون بدأت تعلى، شوف شلون شنو فائدة ال NADH. لهنا حتى أتخيل شنو فائدة ال NADH اللي أنتج من، ما أنتج عبثا، هو لازم الخليه تستفيد من عنده. استفادت منه وين؟ بالاوكسيديتيف فوسفوريليشن، يعني استغلال الطاقه الناتجه عن نقل الالكترونات في انتاج اي تي بي. في عمليه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن وين تحصل؟ ما تحصل بالسبستريت ليفل فوسفوريليشن، ما تحصل في الساعه اللي تحصل بيها العمل الدوره يعني سايتوبلازم، لا، بعد ما تتحول ال NADH الى مكان اخر اللي هو بي السيريز اوف الكترون ترانسبورتشن، سيريز اوف كاريرز، يعني هاي السلسله من النواقل الالكترونيه اللي تنقل الالكترونات من مركب الى اخرى الى اخر. كل حركه للالكترون يرافقها تحرر طاقه، لما تتحرر الطاقه هاي يستفاد منها في انتاج ال ATP. ايضا ال TCA cycle produced 2 FADH2. Each TCA cycle, each one TCA cycle produce 1 FADH2. If we have 2 cycles, we will get 2 FADH2 molecules. This will convert it to 4 ATP in
اوكسيديتيف فوسفوريشن، بعمليه الفوسفور التاكسيديه اللي تحصل بالالكترون ترانسبورت. اذا التوتال من هحسبه هو من 36 الى 38 اي تي بي، تختلف في بعض من خليه الى اخرى، بس اليوز هو من 36 الى 38 اي تي بي. شوف الرقم when compared with the limited ATP molecule produced from fermentation. شوف الاكسديشن قد انتجت اي تي بي 36 الى 38 اي تي بي molecule from complete oxidation of one glucose molecule. هذا الناتج نتج من one glucose molecule، كل glucose molecule الاكسده تامه، يعني نبدي ابتداء من الجلايكوليسيز دخولا بالتي سي اي سايكل وانتهاء بالالكترون ترانسبورت شين، راح الانتاج الكامل للطاقه هو 36 الى 38 اي تي بي. وين كومبيرد وذ 4 اي تي بي برودوسد فروم جلايكوليسيز اور 2 اي تي بي فقط من الجلايكوليسيز اور 4 اي تي بي برودوسد فروم فرمنتيشن، the number is high energy molecules or high number of ATP molecules produced from aerobic respiration. يعني الأكسدة التامة. Do you have any question? طلابنا أحد عنده سؤال قبل ما نطلع من المحاضرة؟ شلون حسبناها؟ كل خطوة شلون حسبناها؟ هاي سويت لكم إياها بالأحمر حتى تفهمون منين جتي هاي الأعداد. وتنتبهون اذا انا قلت جلوكوز وحده، اذا قلت بايروفيت وحده، اذا قلت جلايكوليسيز اونلي، اذا قلت اوكسيديتيف فوسفوريليشن، يعني تنتبهون. يعني اذا قلت من الجلوكوز للبايروفيت اونلي، يعني ما تشمل هذه اللي البقيه، ما تشمل التي سي اي سايكل. فتنتبه شلون تحسب الطعم. فالهيروبيك ريسبيريشن is not involving electron transport and oxidative phosphorylation. يعني لأن الهيروبيك ريسبيريشن بالالكترون ترانسبورت شين بهذا الباثوي اللي هو موجود انزيمات بالميتوكوندريا أو بلازما الكترون بالبلازما ممبرين بالالكترون ترانسبورت تشين سيريز، يعني بالالكترون كارير سيريز. هاي السلسله من الحوامل الالكترونيه اللي تحمل الالكترون من مركب الى اخر، واثناء كل نقله للالكترونات من مركب الى اخر تنتج طاقه. هاي الطاقه الناتجه يستفاد منها في بناء جزيئات الاي تي بي بوجود طبعا انزيم اسميه الاي تي بيز. انا ما ذاكرته بس راح تحت تفهمون تقرب لكم الصور. Many microorganisms when moved from anaerobic condition to aerobic condition، بعض الكائنات المجهرية تحول الباثوي مالتها كتابوليك باثوي تحتاج طاقة. نفرض انه هي عندها فد عمليات تريد تنتج طاقة أكثر، تحتاج طاقة أكثر بالخلية، راح تحول الباثوي مالتها من anaerobic condition إلى aerobic condition. Will reduce their rate of sugar catabolism. إذا تحولت من الأنيروبيك إلى أيروبيك راح تقلل أو تقلص أيضا sugar and switch to aerobic respiration. راح تتحول أو تتحول إلى تنفس هوائي من أنيروبيك إلى أيروبيك. هاي الظاهرة أسميها باستور إفكت، موجودة بالبعض المايكرو اورجانيزمز تحول الباثوي مالتها من انيروبيك الى ايروبيك، اسميها باستور افكت. يرافقها ريدكشن ان ذا ريت اوف شوجر كاتابوليزم. This is of advantage to the microorganism as less sugar must be degraded to obtain the same amount of ATP. هذه الظاهره مفيده انه بعض الكائنات المجهريه تقلل من الشوجر اللي يصير عليه كتابوليزم، قلل من ذرات الشوجر اللي يصير بهضم او تحلل، تقللها
بناء الجزيئات أو الأنابوليزم. إذا ما عندكم سؤال حتى دكتورة، هي كم محاضرة داخلة يعني بالامتحان النهائي؟ 10. دكتورة مو هواي 10، يعني احنا امتحان حضوري للمادة 10 محاضرات هواي. باعي ماني مختصرتها، اني من الانابوليزم شايله 3 محاضرات، فاختصرت يعني كلش، كثفت بمحاضره واحده، والمحاضره مو طويله. تشوفون هسه المحاضرات كلها عباره عن صفحتين او صفحه ونص.